كيبغيوش يعطيك حتى الوقت لان باش تعرف هاد السفارات هادو العالم الا عنده شي سفاره كتمثل الشعب ديالو. الا وقعت لك شي حاجه بقيتي بلا فلوس بقيتي وقعت لك اي حاجه كتمشي عند السفاره كيفك كل المشاكل. حنايا هاد السفارات وهاد القنصليات كيزيدونا في المشاكل كيزيدونا يعني في العرقله. ولهذا حنايا غندير لهم العرقله. ما حدنا هنا حيين، ما حدنا كنتواجدوا في هاد الارض، ما حدنا قيد الحياه. احنا هنا معاهم، واخا يقولوا لي حنا غتجي المغرب ونجدك وديروا اللي عجبكم. حنايا كنديروا اللي عجبنا، حنايا على الحق وانتم على الفساد. حنايا على الحق، على الحق ديما كننتصر ان شاء الله. واخا ما انتصرناش في الدنيا، ننتصر في الاخره ان شاء الله. وعاش الشعب، الشعب المطحون، ماشي الشعب العياش، الشعب المطحون، الشعب العياش. الله يزيد لك الدل، الله يزيد لك الدل. شتي انتوما، ان شاء الله انتوما اللي غتخرجوا على العلوي. غازي ها انتما كيفاش بوكو السيطوات، هادشي مانايا مليح ولا لا؟ هذا اللي قال يا شكرا روح إلى عائلة نسن، تحيا الصمود، إجلال، إمارة، وكان يقيمن، خلعات، حراك، عاد كوان. ولهذا نهار توجد غنيتين، كيش توجد ضيف مهنات، باش ويجب إدانة، ومن إلى مغنيتين، يكون هذي عيف، أبقى خوية ثماثنا، يتوجد السجولين. كامو يجب إدانة مغنيت، التطبيع، يجيكا، الدولة الصهيونية إسرائيل، وخانا مغدرين. تبيع الناي وتجوز الحكومة المغربية بقدر النظام السياسي القائم في المغرب. العثمانية يجب وجهة نظر في الدنيا أقدس المواسطة عن أقدس النظام. ولهذا مرا الشعب المغربي الشعب الريفي مرا خسول اليوم الحاد اليومان الرئيس اللي كان في الدولة ألا هو محمد السادس. المهم نهار مقدار مقام غنيتين أن تواجد إجن وقفة رمزية تضامنا اكيت مفنا الجقر حبوشات اموخن في المناشدة غي مارا غيت مفنا غي المهجر هاد السيقين الانشطة الاحتجاجية
حتى داخون يعيش مثلا. وتحية نضالية. أسرك عشان تويد ماري لما كلمة ثانيتين اسبانيوت امام السفارة الدولة المغربية لانتينغي مدريد نهارا نهار 31 ماني العالمي كمير هذه احتفل العالمي كمير إليها توسمى أقر عام جديد نشنو سدانيتين امام توسمى انستيتوشنية ثانيتين يجيت مثال الدولة المغربية يجيت مثال المخزن ثانيتين جيت مطاية ثانية أوروبا لغانية خصوصا في مدريد من الزنين نهار ثانية نحاول في السوق اسبانيوت أمكان وانيتين مالد نخشت واسمنا غادي كسباح ونوضهم كان يوانيتين نوفا تجل المجموعة واسمنا المحسوبين على المخابرات الدولة المغربية اتبعنا نو ديال المحطة اتبعنا نو الكوبري اتبعنا نو غير قهوة اتبعنا نو كبار ريمو فان تصوان دهنا توسما غي جنو عن التغيير غي جنو توسما عقوصو غي سنقضى اسبانيوت غي جنو عقوصو وغاش هو مكان قاع غي الدول الديمقراطية وغاش هو مكان قاع غي الدول ماني توسما تحترم حقوق الإنسان الممارسة ثياثينا إيجي تقر مغزنا يا غحفاني تقيث انت أبارة توسما الدولة المغربية اتبع المواطنين دي المواطنات بأوروبا اتبع اثن دي المحطة في التواريثون اتبع اثن توسما في الشوارع غير قاوي منايا وغس هو مكان دانيتين بأوروبا يا ثانيتين و انتونفيت vamos a proceder a decir unas palabras
para las compañeras, los compañeros que nos están siguiendo ahora mismo en directo, desde aquí, desde enfrente de esta institución que representa al reino marroquí aquí en España, aquí en Madrid. Le vamos a decir que el día 31, el último día del año, cuando el mundo está con la celebración del Año Nuevo, que no nos olvidamos de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos injustamente condenados por un régimen dictatorial, por un régimen asesino, por un régimen que no entiende los derechos humanos, que no entiende la libertad de las personas. Por eso, hoy más que nunca, aquí, enfrente de esta embajada, le decimos que no vamos a retroceder, que no vamos a dejar atrás a nuestros hermanos, que no los vamos a dejar solos en las celdas del terror, del odio, del rencor, de la dictadura, que vamos a seguir firmes luchando por la libertad de nuestra tierra, por la libertad de nuestros hermanos y por las justas reivindicaciones del pueblo rifeño. Seguimos firmes. La primera reivindicación de nuestro pueblo es que se haga justicia de una vez por todas por el crimen de Mohsin Fikri, que los culpables paguen de una vez, que los inocentes salgan de esas celdas, que Nasser Sefsafi, que Mohamed El-Haki, que Nabil Hamjig, que Mohamed Zillul, que todos nuestros hermanos salgan de esas cárceles sin condición, porque son inocentes, porque los culpables están dentro de estas embajadas, están dentro de vuestros consulados y en vuestros palacios. Vamos a seguir firmes en las calles de Madrid, en los barrios de Europa, hasta que se consiga de una vez por todas justicia para nuestro pueblo, justicia para nuestra tierra. Y desde aquí, junto a nuestro compañero, que hemos sido varios compañeros que hemos venido de otras ciudades, aquí junto al Movimiento Popular del RIF, para llevar a cabo esta acción tan simbólica este último día del año. Porque ha sido un año complicado, ha sido un año difícil para la humanidad, para todos los pueblos, para todas las personas. Y en este final de año tan duro, queremos dejar claro de manera simbólica que no nos va a retroceder ni la pandemia, ni vuestra dictadura, ni vuestras políticas, que vamos a seguir firmes aquí hasta conseguir la libertad. Aisha Rif, wala Aisha Mansala. التحيه محمد. مع شريف ايه مع شريف الميدان ثم الميدان قمناه منكم وين من هذا شي تامز الميدان تامز المعقول من هذا ما دي فوق الشارع هذه فوق الشارع من هذا من الشارع ثم الشارع ودي مو من هذا اللي تزيد طاس من هنا الشارع ضد المخزن صافي ودي مو زيد طاس ولازم نهز من الراقع طويل قلنا زوين ودي وين نزوين وين نزوى ودي الشارع ثم الشارع ونيس معنا دفو ونوش منزل هذه ليس ماينس يقصد يزول عوضر بلا أن قشمز تشيطة تشيطة لا لا مدبرين تفاقموا منك من هي طويل جدا من هي لسجا. Sabía que una persona que hubiese invertido 250 euros en Amazon hace 5 años, hoy... أزول السلام عليكم إثما ذي السماء نستا ما إثما ثنغ ذين دي مادري دنا وحير تحقا غي إثما ثنغ هاد السيو ذني جنواور ذي جنتمي جاديش تلاح موالدين أمين توارا ذي نيو مثنغ حسن ومثنغ رضا ومثنغ مورود نستا ما تقمشوا الالتحاق تلاح موالدين من هي ذي الواجب نغمارة ذي القضية نغذيش تنوجبون حسن نغن رضا نغن كريم نغن مورود وها
نسات من الالتحاقية ثمات شوية البارتاج لحم والدين ونوي زمان هذي حضار هذي الأضعف الإيمان هذي البارتاج أقن شوية زمان حضار تق شوية التقنيات تقخي زمارينو باش نسيوض الوقفية ثاني تاتيت تسمى أكثر عدد ممكن لحم والدين هي ثمات سوية ثمات البارتاج للالتحاق ونتقاذا يثمث نغي حارينا يجي الوقفة يثانيتين تسمى أمنو سنغي خساديري ذي جمارة يثمث سوي ثمى ذرقم البارتاج ذرقم ذرقم الله رحم لكم الوالدين. ما راح داخل مت حسن راح نتين من أمخ للنغجيني قنسي وليش نتبرت إسبانيوت أمي دنقش وانيتين غوم كان وانيتين نوفا تسمى غطاس المتبوع المحسوبين غوص أمخ لغاس نسمى المخابرات أتصور جهنا أتبعنا نا زي المحطة زي دنقش وانيتين الورد تا غد تنسيقه قيمة دين تلقي الموقع المغرب إن إخصى تسمى المعركة البطولية يقوم تسمى لومة حسن يقوم تسمى دي مانير انديفيدوال يتكسر وقت فاميليا ناس يتكسر وقت زي الخدم في ناس يتكسر وقت زي الطاس انت مسرعين باش حالي سيو تابرت في ناس تابرت النغمارة تابرت ناريف الطريقة ناس انت ومات حسن ذين توسموني يتساكوا شين الطريقة ندنكوري جزموك ذا تعجيب هذي سيو تابرت في ناس في لغة الفينال خلاصة من هي كورشي اقنق فاس نجن مافيا نجن نظام ديكتاتوري اناق ذاقنا اتجيف ذاقنا وكوري جنس زغنا كوري ريفي كوري ريفي كوري غروبو غادي سيول السلام ومحنا كوري جمخي غاي سيول الميجين سولي ذلك النهار باش نختم الموسم يا النضالي كاركتريزادو سبانديميا ثانتينو ميقان كورونا فيروس للناس ايت مثلا مدريد نكمل ثانتينا امام السفارة الدولة المغربية باش نسيو نذاكرات خانشين يوقسين بالله العلي العظيم من نحضركم يبقى في القضية لأنه ما ترك كل شيء يؤدى الواجب ثم تعزيمين غير يؤدى الواجب وغير هذه الجنيتشة الدياسبورة يعني الواجب هي يؤدى عماد عتابي وني دابريد نرشن وني دابريد ناس غير مخزن وني دابريد ناس ما ريد نرمس ويد مغلق وني كيتفهم كي نظر لأنه يسوى نظر قود يعني حد كتاع ثم زي عماد عتابي نازي محسن فكري نازي رجل ذنب ولهذا شي ما علينا إلا ثم نتبع دابريد الناي أبرين الصمود أبرين التضحية قاموهم من غمق من عيد مدنة خمسة الشهداء كي البنوك أما فين وحيد طاش مو يوم غزي بزاف عيد مدنة قدمن بزاف تضحيات قدمن يعني توم يبن أم غزي عربية مدنة كنت نقر بحورات بسبب تما غاينا كون المخزن يعفن يدين ولهذا شنو قاصد جروبا قام شاق هذا جروبا هذا يتم من الجالية شو تجيبو الجالية نيم جياف شو تجيبو الجالية تما غير نيقي ديقران أو نيقي ديقران نشوف وجهه الجايه والتحيه ديما اشرح الله تعالى اشرح مجيكش مقطع موسيقي الله الى العز العز يا ثمتنا شو من قريه ثمت سوي ثما ان شاء الله هاد السته ما ذي هذا الوباء اولي تيم جدو مني غير خو عاد مره مره السوارق تسمى نشي ندارك من هي واخا ني كوج قاغم اضعف الايمان بنا ماضي البارتاج اقا نشي كجبت والسته ما غادي غير كي ثمتنا ولكن تاني الظروف الوباء قد سن كل شيء ثمت سوي ثما ولك تاني الشنقان خصامي دون هذه عدو الوباء ان شاء الله ان سمو الزار مخزنا وانيتنا يثمت سيثمت
ان شاء الله هنيري هنيري رغم انف المخزن باش نايا ثمات سويتما الحراك المبارك وانيتين دي دماثق في 2016 يصفاق التصريفيين يسمون التصريفيين ولهذا عثمات غي جندير حبوسات جينا نغدر عز جينا نغتسمى ميزي غنقوم المخزنة وانيتين عثمات سويتما مش دوم النيغ مرة مرة تثق السوارة تسمى أضعف الإيمان بلاد مخاوز ماضي حضاس الوباء ذوينات مش دوم النيغ أنا عم الرسائل سلبارتاج ذوينات نشتينا تي زماري غاري الخو حاليين وزمار حضاغا كيف مثنا ولك تاني تقثي زمارينو باش نعمم الرسالة النقص تقن تقنيات تسمى إن إنجاج الاجتهاد ضم قران باش نسيوض المعاناة نايف مثنا بالخصوص الإعلام البديلة وانيتين ممير مخزن انتا يتقوذ زر السلطة الخامسة ومقان السلطة الخامسة يايث ماتسو يثما يتقال الإعلام تسمى مش تغن زرا يايث ماتن غذي عريف توتقل الأشكال النضالية توتقل الخطابات بالخصوص الخطابات نوماتن غناصير تغا تقنتن ذي فيسبوك ذي المواقع التواصل تكوذن العالم أمنك من يعني المخزن انتا يتقوذ زي المسألة يا الإعلام ون الشخصيين يايث ماتسو يثما ركز اخ المساله يا الاعلام ما يمي نش عزوغ نغي خصنا عزوغ مين يتشكان رمخزنا يا ثمات سويتنا وضربوا مثلا حسنات السورن مره مره كنت تدفغ نسيور شويه نشجع شويه يا ويا بارتاج ما يا ثما انسيو تبرتي رمخزن باللي نشينا قن عاد صامدون على العهد باقون مين ترى يا ثما قين دير حبس مين ترى حق المطالب النير نشين لهم بالمرصاد هو دي الشعر روح روح رامي Thank you.
انا ما تحيو وما ما تحشمك البوي ما تحشمك البوي خاص السيد سمع قدري ما درينا هذا الصمات الو هذا غير جو كان مريض هاي كان دوني قطع من شعري غير البوليس هذا وراه هذا السيد جو كان مريض هذا نكتب هذا حاشقيق بلا زيزو المهم نادم كيهم الحضور هنايا مادام كنشوف هذاك السفاره نشوف كيخرجوا يدخلوا غتقول بحال اللي عندهم هنايا ما نعرفش شني وصرع عبد الله العرام البوليس هنايا واحد جوج ثلاثه اربعه ديال الفورميتي ديال البوليس جابوا هنايا وكل واحده جابت فيها سته ديال البوليس ديال ناسيونال غتقول بحال اللي كل غنديروا الكيرنا هنايا زعما صرع عبد الله هادشي راه كتصل رساله كتصل رساله بعيد باش كي عرفوا حنايا راه ما جيناش هنايا يعني نكذبوا على عباد الله نقول لهم الحقيقه بان راهم الناس كيتواجدوا في السجون في الليل عاد كاين الناس حاليا اللي كنشوفوهم كيخرجوا بالباطيرات كنشوفوا الناس هادو كيخرجوا بالباطيرات لان علاش المغرب ما بقاتش فيه واحد الثقه اللي غيعيش فيه بنادم داك الدوله ما بقاتش فيه واحد يعني واحد يعني واحد النكهه ديال العيش تعيش واخا تعيش غتبغي تعيش ما كيخليكش تعيش يعني شحال من واحد كنشوفو في المغرب شحال من واحد حاليا غتسقسي غتقول له واش انت كان في بالك غتهاجر كيقول لك لا ولات دابا في المغرب ولات 100% الناس بغاو يهاجروا شحال هادي غتلقى واحد النص ديال الشباب ولا واحد النوع ديال الناس كيبغاو يهاجروا ولكن دابا ولات الناس كيهاجروا واخا عنده بخدمته كتلقاه موظف في المغرب كتلقاه موظف كتلقى عنده خدمته كيربح يعني 500,000 فرنك 700,000 فرنك خدام على الشهر وما كيبغيش يبقى في ديك الدوله لان كيشوف الظلم مشيت للسبيطار كيظلموك مشيت للمدرسه للعلم كيظلموك شحال من واحد كتلقاه مسكين بوفري ولد بوفري كتكون كيكون عنده العقل قاري كيقرا مزيان كيديروا العقله في القرايه كيسقطوا كيديروا المهم لان باك صاحبي خلص فلوس ولد ديال باك صاحبي خلص فلوس باش ينجحوا باش يوصلوا الله عارفين بغا هو عليها ولاو الناس في المغرب واخا شحال من واحد كيقول لك ها هو كنشوفهم هنايا الاساتذه المعلمين المؤسسه اللي خدامين المؤسسه ديال المغرب هربوا هربوا لهنا كيحب يجي هنايا يعني يضرب عامين ولا عام بلا خدمه عارف راسو لان لا ضرب هنايا عام ولا لقى خدمه غيزيد الخدام المغرب لا المغرب ضرب حياته كامله خدام غيجي واحد النهار غيطيروا لك داكشي كلشي يخليو لك يعني حتى باش تعيش كتمشي للمستشفى خصك تخلص فلوس واش من فلوس ماشي كتخلص فلوس لان باش يداويوك الا لقاو فيك فلوس هما كيتعداو عليك راه العمليه غيشدوك يحلوك ويشدو فيك الشكاره ديال الدواء وكيضحكوا على عباد الله كتلقى الناس دابا في السجن مساكن شحال من واحد كتلقاه ولد بوفري يعني كانسان دار شي غلط ولا دار شي حاجه كيديوه الحبس كيتكرفس عليه كيعطيه 10 سنين كيعطيه 15 عام كتلقى اللي كيغتصب العواول كتلقى الناس كيغتصب الدراري كيغتصب الناس كتلقاه يعني عطوه عام غير باش يسكتوا به الناس كيعطيوه عام كيخرجوه كتسمع عفو ملكي كل عام عفو ملكي على من على المجرمين وعلى اللي كيغتصبوا عباد الله على ولاد ديال فين هو هذاك اللي قتل البوليسي في شحال واحد شفناه ولد باك صاحبي قتل دخل في البوليسي قتلوه صافي يلاه حكا راه قال لك الحكومه غتقوم بالواجب ديالها فين هما خرجوا كيضرب عام 6 شهور 4 شهور كيخرج ولكن الناس ديال ولاد البوليس كيحكموا عليهم مفروض خرجنا باش نحقوا المين حقوقي ودخلوا لديورينا هاتي من غير صور ناصر شكسخة دستخة ما دمتم تتشاهلون الحراك سنبقى في الشوارع قبل الختام تحيي الطاكسيات الكبيرة ولا الصغيرة ديكسينا يتمثنوا وفي يتمثنوا فاجر وكين غير شاكن في جميع المحطات النضالية وتحية نضالية حارة إمارة يتمثنوا وفي يتمثنوا قادر شوش وطاس قالكم مزيدا من الصمود مزيدا من الثبات مزيدا من الاصرار باش انا نحقق المين بحقوق النور لانه اولا انتصمغ ثقنا في الله سبحانه وتعالى ثم ثقنا في الاحرار والحرائر وجبوك المخزن ولا قد كاكي السياسيه تحياتي يتمسس الكلمه للاستاذ جلو تحياتي جاي جاوري تحيه نيرانيه ومدرى ناصر السجافي تحيه نضاليه طنقره يكملوا ويا يتناع في الصمود الغام هذه الكلمه يمدنا المعتقل الماض الاستاذ
محمد جلون، وكما تعلمون انه رد اخذ جلمين في الكلابي انكتي اثارا الخنس الميغريتا وريتا المدرس في التعليم وشنو شاور للاستاذ محمد جلون. تحيه نضاليه من أعماق القلب زلاج غبور لكل المشاركين والمشاركات في التظاهرية العظيمة الرائعة التاريخية التي لا يمكن لأي جملة أن تعبر عنها. تحيه مرة غريبيين تريبيين بشان كالسوا يمدي حضان نهارة بريتي نغي نتشاركن ذا التسيع. تحية كذلك عيش ما تنغي مرابيين كذلك بالضبط لك النق. تحية كل من بالضبط لك النق على المستوى الدولي والدغشي عيش ما تنغي رفتين في الخارج كذلك بتشارك لك النق التنورية غريتين اسكو فانسن القانورة بأنه التنورية القانت ما تعبرش حاجة فإنما تعبر بأنه إريفيا يخضع الحياة. إريفيا يخضع الحياة يخضع الحياة وتحدى العسكرة لأنه نهار إريفيا وتنسيقون شي العسكرة أزوا الحياة الحقيقية لأنه ذي الفرق بين نين دودين ذي نجم دودات الساكس الموت الحقيقية وهو أن يعيش كأبي سمغان يعيش سمغان هي ذي الموت الحقيقية لأنه فني الحياة نزلي لا تستحق أن تعاش الحياة الذل الحياة الخضوع الحياة المذلة الحياة باش نعيش شنين تحت سيطرة الحد الغني وغارك المواطن وغارك الهوية نقصنا نقص سنا الثقافة النقص الهوية النقص والحق النقص العيش الكريم. المهم يا جماعه سويت النهار التحيه مع الراي اللي كاين التريبيير. المهم نطرقوا للتحدي اللي خدا. المهم خدنا حتى هي جات من بعيد شافت النداء ديال الاحرار على الحقوق ديالنا على الحقوق ديال بلادنا جات حتى هي عندنا هنايا حتى هي تسجل الحضور ديالها وتعطي الكلمه ديالها الحق على اللي كتلمونا. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. وصوت واحد ما كافيش ولكن مزيان ترد وجود وتبين الناس باللي كلمة الحق ما تنساش سريع. ايوا نطلب الله الله ييسر والله يهدي مخلوق والله يفك الناس اللي مغومين واللي باقيين في الحال وباقيين كيعاني. نطلب الله يهدي مخلوق وصات والله يفرح ان شاء الله. هذا شي كلمة يعرف انه ما خصوش السات انه
قال انا ورو غادرين الجميع الجميع جي قال لي ما غير لاني رجعت تسمق تسلم باش اي من هنا ما يدوز وخا تمن راه خدمني مزيان يعني غير زعما كل جمع يدوزها باش تعرفوا الحقيقه لان كل واحد من جاي لان هذا واحد الحب ديال يعني ديال الحريه ديال الكرامه ديال العداله لان باش غتلقى بنادم جاي مع شحال الطريق باش يوصل الرساله امام هاد يعني السفارات ولا امام هاد المؤسسات ديال النظام الديكتاتوري يعني هذا هو يعني ديك الرمز ديال التضحيه باش ما نكونش حتى لهنا التحيه لكم اخوان وهنا خدنا خونا رضا يعطيك هو شي مكالمه ديال بعيد حتى هو راه كتعرفوا يعني التاريخ فالي السي سماش السيد محنو صفقة قومة حسن إديسان زي مدارو غاب يافع تسمى شكلة يا النظالي بانتين أمام السفارة الدولة المغربية لدي مدريد ثبرات قفوض السلطات يا فينا إجي تمثل إجي النظام إجي تفن ظلما وعدوانا يتمثنا والرسالة يا ثنتيني غسي وظن وهي تسمى وخي عدا الروح وخي عدا الأيام وخي عدا غناك عادة قان غداني تنفيد يقسم بالله إلى نقاري تلفدة إيمان حق ذات خامين إيمان سجن النظام يا ونيتين هذيك من يخص قيت مثنى هذيك من يخص قيت مثنى و تسمى غسي جن الدلالة كتا غش كل يا النظالي غسي جن الدلالة مخمز را مؤخرا تسمى باخينا سامارية سنغ الصحافة إيجيجان تسمى تنتامى غا سيادة تنتامى غا غا المخزن يا غا حفان نفات صفغت لأن أننا التابعا راذ مخاص قنايف مثنو نغاد التابع المواطنين إيجيز أوروبا والقرس تسمى غورة نغ بوسيفيونا مينتو يا وانيتين من المخزن باش يتبع غيف مثنو غادي يتبع شو يتبع مثنو غوروبا وغاش هو مكان بي استاذ الزمريتو غاش هو مكان كي تكوان كي تحترم حقوق الإنسان والقرس الثانيتين أي المخزن أحفان أمام المؤسسة يتانيتين شي تمثال دانيتين أقان غداني دين مارث الزوم هذا خطاب عام مارث الزوم تسمى أتقم التضييق أقان غداني دين وعاش الريف ولا عاش من خناه أيوز مرة غيث ما ثومة حسن مهمة مخنة تراجي ثومة حسن أدياس باش هذي يختم اللايف في ناس باش هذي يختم القناة ناس القناة يذنتي الحرة بزاف نتو راه بينا لو مات حسن صفوا تبرت لك قناه بزاف لا يتمثلا خاص الشاور دا ميا سي جن سي جنينات تسمى سي جن الحرقه سي جنات هاد القناه سي تبرت برامات برامات اف جيمي داس تقالي وانا خويا حسن انا صنع غير ما عشقكم مني النضال اللي نقول لي ماشي ديج نقطه غير نقول لي يعني عرفتي تقول جم تقول يعني كل جدي تستريقينز كل جن غادي تستريقينز كي النضال النظام ما تتبع قدر اللي استطاع عينز باش غادي تبع تما يعني نقول لا نجوز ما خصيش كسيز لا موز كرش لا غاز اليوم ما تقول شي حاجه ما غادي نقارو غادي تسجل المغرب يقاد قاد الملك واش كيحسك راه غاك نقول غاك عطنا ديال التركيز لا والو شينا نتبع دابا بريد هنا وهو غا بريد النظام غا بريد النظام داز هاي داز هنا داز كاع بريد يقصح ودي يقصح تما غير نقول لي يقصح لان العابد عاد يقصح المغرب يتحسب من الحكومه المغرب يتحسب جيت تما جيت 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 نوع من تما الديكتاتوريه القرن الفرعون عاد بدا جات السوق جات نجم نشوف الفرعون جيت نجم نقول لك اخويا عزاز المهم صفقه ديال الختام يا وانتين اشهر السقسي تعرض للتهديد تعرض لشي تمسرايين توبات بما انا هي قانونيا غير شي تحجج وغا بالنسبه للتهديد الذي التواصل الاجتماعي بالنسبه للقنجل دام زكار ودعي على القنجل لان غيهدد ديالنا كنقتل مماد النعلان المهم شخص الاستدعاء خلصنا غير البوليس وزنايين مرا فريم جن فيديو يعني زكبيد هو اللي تو كان كنغاصي هنا في جن انسان المهم تفاجئ اول ما تريدا غاز قشطونا دخل كامل انا كواحد جاي من سند
يعني لازم تخرج من الدق اسبانيا، لازم تخرج من يعني حقوق الانسان، لازم تخرج محاميين، لازم تخرج البوليس تبدات، لان يخصك من ما تدعي يعني ماشي تدعي من هنا تدعي الافعال افعالي وهني دي انت ديني باش لان باش نصيب تهرا دي انا شقنا جروب حقنا محميين يعني وجا قنا محميين يعني نقطز غادي نعاجينا غير نقلب بوخي جيت عدل لان قنا الحق مهم الحق يعني حمان كيف اخويا حسن المهم صافي باش نختم انايا غير ثمتنا ثومات مولو استاذ ماغري باش تفهميش الكلمه غير ثمتنا غير استاذ فندانيتين اللي استاذ ثومات حسن استاذ فنيره نيت اكشن الكلمه دان قالو تيك ثمتنا المهم انت بوبولار ماغري يا يوسف عمرك ناري جيني تعاود جدا التحيه الصمود ديال ثمتنا غير جيني ديال المقابر بالوعاء عائله حسن السي مسان اطفال فنجريدس تحياتي لماريكم لماريكي أيوش يلا الإخوة الأخوات ديالي طلعوا لي براسكم.